يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يقول رجل ضرب موعدا مع آخر فتأخر عليه، فاتصل الآخر به وقال لم تأخرت؟ فأجاب لا تستعجل، فإن الله قد خلق السماوات في 6 أيام وأنت تريد الأشياء في 5 دقائق، فهل هذا الكلام مناسب؟ نعم، لا مناسب أن يقال الأمور لا تؤخذ بالعجلة، خلق السماوات والأرض في 6 أيام مع أن الله قادر على أن يخلقها في لحظة، لأن هذا فيه حكمة لله عز وجل. نعم.